مقتنيات شخصية جمعها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي على مدى 23 عاما قضاها في الحكم، هي اليوم معروضة للبيع بعد مصادرتها لتوجه عائداتها المالية إلى خزينة الدولة. قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات بعشرة ملايين يورو في حدها الأدنى، وهي تتمثل في 300 قطعة مجوهرات وحقائب يد من ماركات عالمية وملابس وأحذية فاخرة ولوحات فنية وتحف، إضافة إلى 39 سيارة فارهة من نوع رولز رويس ومرسيدس وبي ام دبليو وبورش. ستتم إقامة المعرض داخل فندق بمدينة قمرة الساحلية شمال العاصمة تونس، ويستمر شهرا كمرحلة أولى ليستقبل زواره من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في المزاد العلني الذي سيشمل في مرحلته الأولى القطع التي يفوق ثمنها 5000 يورو. تهاني الجهني، العربية.